Dilanji, Uli, Veto, Zeko, Lil Hem, Corso. Im Herz, Soundtown 71634, meine Hood, für die ich sterb. Komm und ich zeig dir, wie es läuft am Kiez. Wenige, die sich freuen, doch die suchen nach nem Weg, den sie gehen können. Doch das geht leider nie. Was macht man, wenn man nichts hat? Straßengeschäft, Cannabis tickt. Man will das Geld, die Geduld ist zu Ende. Deine Mutter weint das, was dich fickt. Und ich bete zu Gott, bitte hilf mir raus, sag mir, was soll ich dafür tun? Kiss auf der Straße im Gesicht, deine Narbe. Ich warte auf dich ewig, mir bleibt nur mein Blut. Ich bin stolz in der Brust, du kannst wie Shaten. Doch wir haben vieles durchgemacht. Schau, Bruder, wir stehen noch. لا 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 شوف هادشي ماشي تقليل منا نوضو لك من الفوق غناطو الرويس اصاحبي الرويس غناطو اوكي بون ما كيبان لي ما كتشوفش واقيلا واش بغينا نديرو كريناتو غناطو البانيا غدك قرب لها صاحبي بعد على السيده بعد على السيده حيد يدك اودي الله يرضي عليك هذا توسخني حيد حيد هادك ريحه لاكريس وكرونيش بون ماشي مشكل خليه يشد خليه يشد لا الله هو عسى يقدر يولي بحالي عنده الفلوس كيف يفكر شويه بون يا مسيو هيرمانو ريناتو بيشا ياه سمحين على هادشي درت بيت غان نبروفي لك بان حتى السلاح راه عندي ايوا حنا ما كنبانوش حنا في الوقيته ديال الصح هذا كيجب داكشي اللي عندنا هادي خلي قاعده عندك ولكن عجبتني اللعيبه اللي درتي عجبتني بزاف غير هو ما تعوداش على اي واحد كنعرف مع من التعامل وكنعرف برافو برافو المهم انا قلت لك خديت النمره ديالك دابا النمره ديالي ياك اوكي غنصيفط لك واحد التصاور ياك غنصيفطهم لك بغيتك تقلب ليا على داك السيد اوكي الفوا غتقلب عليه غادي نعاونك ياك داكشي اللي طلعتي من جيبك داكشي داك السلاح اللي زديتي قبيله غادي نوريك كيفاش تجيب واحد الحاجه كتركب فيه كيولي كيدير واحد الحركه غادي تعجبك ثاني حاجه غنعطيك البونيس ديالك سامارش بلدي ماشي غير سامارش امارش غير هو الله يخليك نبغي هاد الهضره ما تخرجش حيت انايا بصح ظريفه وهاد الحركه اللي درتي قال لي ماشي مشكل انك تهز عليا السلاح غير هو ما تعودهاش معايا ياك ونبغي الهضره اللي كنقول ما تخرجش من عينيا ولا بغيتي دير اي شي حركه ولا اي حاجه تقدر تهضر معايا بلا عندك حتى انت شي بروبليمه مع شي واحد هنايا تقدر تعاون تهضر معايا نقدر نعاونك كلارو مرحبا غراتسي على الوقت ديالك وغراتسي على هيرمانو علم المؤدب الحوار كيبان ليا شويه خاصو يتعلم وكراني ثانك يو سو ماتش على التايم ديالك سيدي تهلا ليك تبارك الله عليك ميرسي بوكو ليو تشاو تشاو تبارك الله عليك ريناتو تبارك الله عليك لا لا السيده السبيعه حره في المدينه مزيان مزيان راه ما تخممش القادم افضل القادم افضل تبارك الله عليك منين دبرت عليا داكشي اللي جبتي ايه تراكي هر هذاك تراكي هر تراكي هر وتراك ملي طلعت انا قلت غتجبد عليك شي حاجه غتولي نادم بيناتنا انا كنقول لك الناس كبار اي بيناتنا بيناتنا بلا سيدي تبارك الله عليك الله يعاونك ميما الو هلا هلا صباح الخير صباح النور مسالي دابا هضروا انا وياك بغيتك في واحد لافير مسالي فين جي عندك داكوغ فين جي عندي فين جي عندي نعطيك نعطيك داك داكشي ديالي فين كنكون انا يوصلك باش نفكر لا لا انا روك حتى كنت نتلاقاو فيها نصيفط واحد لوكاليزاسيون اوكي 21/70 مرحبا 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 رديتي لي التعطيله الواحد هو اللي رجع الصرف لا عندي الوقت هو الوقت كلشي الوقت ما كانش يوقع بحال هكا لا مزيان كما الانسان كيخطا انت تخطئ المره الجايه نقدر نعرف اش كندير هنا الموتور ديالك غيتفرقع بعد هادي اول لا خصها ما تشعلها كارو لقيتيني بيت نقول لك ما تشعليش كارو في غير مشكل كيطلق في الديبار عرفتي اش عيطت لك بينا نعرفو
كتعرف السيد اللي كان معايا قبيله ياك سيليو تعرفو يا اكزاكتلي بون هذاك السيد طليق ديالي اوكي بغي هاد الهضره اللي نقول لك ما تخرجش من هنايا اوكي بالي بالي هذاك السيد غادي يدخل واحد المطار قال فهمتيني فين كاين راس الخيط ياك نبي تخضري كرهات سياس ديجي كتفهمني كيعجبوني البحال كيفهموا بالزربه اوكي بون هذاك السيد سيدي ملي طلقني انا فاش كنا مزوجين دايرة انايا مؤخرة الصداق مؤخرة الصداق كانت فيها 340 مليون بالطبع انا ما خديت منها حتى شي ريال ياك وداك الشيء علاش بغيت نرجع حقي دابا كي ماشي خايب انك ترجع حقك وانت اصلا عندك القانون ويقدر ينصفك ديك العريبي وتاخذي الاملاك ولا انسيت بنتي اللي عزيزي قدام لا انا اصلا ابا غايت سو دوك الماطر اللي عندو عندي بيع عن واحد الغارات كبير بزاف اوكي دونك انا دوك الماطر اللي هو كيبيعهم ياك انايا محتاجاهم في واحد الحاجه باش نقدر نغرقو اوكي بالنسبه لهادي ليو رجل اعمال عنده ميكانيك كيدخل الماطر هادي ضربه موجعه لي يعني بعض الكلمه اللي نقدر نقول انني انت غتغدري وانا غنغدرو يعني بجوج غنغدرو واحد اللي منا ولكن الا غدرتي انت انا شوف انا ما عندي ما نستافد من داكشي انا باغا غير الماطر باش نجيك من الاخر الحلاوه ديالك غتاخدها وبالزايد انا بغيت غير نشوفو كيتعذب وصافي حيت انا عندي الكلمه هي الراجل والراجل بلا كلمه ما كيسواش انت متفقين على انا وياك ياك معقوله وانا فهاد اللحظه هادي نقدر غنخون كلمه تاع واحد اللي كنشوف بانه غادي معايا مزيان ما عمر غدرني ما عمر دار شي حاجه اللي غنغدرو هذاك السيد كنعرفو انا اكثر منك داك السيد فاش كيشوف البلان في شي واحد كيتعاشر معاه و بلا ما نقول لك شنو قال لي عليك مكراش نعرف لا اوكي ما نقدرش نقول لك واش النوع ولكن نقدر نقول لك باللي هو جابني عندك انت باش نغرقك غرقيني بمعنى بمعنى انني نعطيك البيزنس وديرها وتهلا فيك ولكن البيزنس اللي غنعطيك فيها الخساره والرباح ولكن انت تاخذهم ولكن لا طحتي ما غاديش عاود تنوض هادي راه نورمالمون في اي بيزنس كاينه هادي راه طيح غطيح فريم غريه الكلمه اللي قلتي الاخر تاع ما تقدرش تنوض اذا كيبان لي الحبس هي الموت اكزاكتلي ما داخلش الحبس داخل الموت يذبح يربحك تعرف هذا المثال هذا يا كيقولوا الطف على البال برافا 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 دونك شنو كيف قلت لك هو غادي يدخل واحد الماطر للسوق ياك وغادي يدير واحد الايفنت وكلشي غادي يعرف بلي دوك الماطر ديالو وغادي يحضروا فيها كاع الكبار ديال المدينه اللي معروفين دونك فاش دار الايفنت وكل الناس اللي غادي يجيو غادي يعرفوا بلي دوك الماطر الا تسرقوا ولا داروا بهم شي حاجه اللي خايبه غيعرفوهم ديالهم متفق معايا غادي معاك اوكي داكشي عاد دوك الماطر بغيت ندير بهم واحد الحاجه نقدر نعرفهم نحتاجوهم خليها بوقيتها اوكي هاد المطر هادو شحال هاد المطر كل واحد كيدير 40000 اوكي شحال ديالهم هما شحال من راس كما كنقولوا حنا في العالم ديال البايكرز اونو دوي دريس كواترو كواترو ديال اربعة اونو دوي دريس كواترو كواترو اربعة اوكي سهله بالنسبه ليا انا غادي نوجد مع الايفنت غادي نعرض على كاع الكبار ديال المدينه وغنحاول ندخل حتى فهاد لافير لا بوليسيه باش الا كانت اي شي خطوه ولا شي راس الخيط غادي يمشيو عندو هما الاول اوكي بالي بالي وشحال عندي فهاد الميسيون نقول هاد الميسيون الصغيره شحال قلنا الموطور الواحد ساوي 40000 يعني ديك تما 40 80 120 140 قولي ونقول حنا 200000 بكل شيء انا ما عنديش غرض بدوك الماطر
انا عندي بالغرض بيه هو كنشوفو كيتقصح اي فهو غادي يدخل الحبس ياك غادي يسني لي على كاع الملتزمات اللي عندي انا كرشه كبيره ما كانش باش انا الكار اللي خلى ليها ليرمانو ديالي ولا بابا ديالي كافي ولكن كيف قلت لك كل ما كانوا عندك الفلوس بزاف كل ما كانت عندك قيمه في العين ديال البنات ممكن بالي قلنا كل موتور ساوي 40 هذوك الماتر ما عندي ما ندير بهم هذوك الماتر غندير بهم غير واحد الحاجه غادي تشتو بياس ديتاش الا مشيتي معايا مزيان واتفقنا انا وياك وياك غادي نعطيك 65,000 65,000 مزيانة مزيانة لهاد الميسيون هادي الصغيرة مزيانة ربح زوين فالي ديجا كتعجبني ديجا كتركز معايا غير هي كيما كتحط اي بلون كاين العكس تاع ديك البلون نقدر نتشدو نقدر تشدونا البولي يشدونا البوليس قبل ما يوصلوا ليك للمطار في هاد الحالة هادي نعوم بحري لا اوكي الاحتمال الخايب الا تشديتي اصلا ما يمكنش كيفاش غادي تشد ولكن الا تشديتي غادي نوكل لك احسن محامي كاين في المدينه وغادي يوقع على واحد الورقه خليك توقع عليها بلي الا وقعت لك اي حاجه نص ماشي النص نقدروا نقولوا واحد 15% ديال الممتلكات ديالي غادي نحولهم في السميه ديال الاسره ديالك باش كنقول 15% يعني بالنسبه ليا راه بزاف ولكن هاد الورقه غادي نخليها مدى الحياه انا وياك ماشي مدى الحياه مدى الصحبه ديالي انا وياك باش حتى لو وقعت لك شي حاجه يكون الضمير ديالي انا مخلي المسؤوليه ديالو اوكي حتى لهنايا باللي اصلا انا ما يشرح حتىك البلون ديال نتشدو ني غنوصلوا الامانه ليك وكلشي يكون كلشي غيدوز كما بغينا غير هي غنعاود نفكرك فكرني واش انتي مستعده انك تغدري واحد كنتي معاه كنتي مع شراء ما عرفتش درتو ولاد ولا لا ولكن كيبان ليا محال وي واحد الحاجه نقول لكم واحد ما كاينينش الدراري انا راه ما خدامش ليا نبقى بحال هكا مخبي من البوليس ما لابسش الجيليه ديال لوست اورو ام سي المدينه مورا الدجاج مورا الدجاج غنبانو لك خاصنا الصحافي خاصنا الصحافي ريناتو غيتحل المشكل حيت انا الانتماء ديالي ما نقدرش نخليه بسبب البوليس اللي اصلا ما عندهم حتى شي بالنسبه لي انا شخصيا غير نلبس الجيليه ديالي غير نركب الموطار ديالي غير ما نوصلش للمدينه المدينه عارف انت غنمشي ليها ريناتو بان لك 8 سنين من حياتك تضيع دابا 8 سنين من حياتي تضيع اه داش هذا 35 وما درنا فيها والو إلا كنتي مستعد 8 سنين ديالك من حياتك دابا قصد شي محل وخذ حوايج ديال اللوص اوكي هاد الحاجة ما غنديرها تنكون بيان ايكيبي خلينا نكونوا غادي ترونكي دابا نقادو البيزنس ديالنا باش ملي نخرجوا غنخرجوا حنا بوجهنا احمر يو واز جود الو 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 ماي فران ار فاين بايكرز ياك لوس تمسي ايه كما باش لك لبسنا اللبسه راه دور كنتسول الدراري ديالكم على الماتريال ما قال لي ما عنديش نتوما كتعاملوا مع الفاميلي ديالك اوكي يا يا الصراحه انا كنت بيني وبينهم واحد الاليونس كبيره فهمت ولكن في ولكن باك سطابوني مؤخرا دوك كلشي اغلبيه ديال اغلبيه الماتيريال زعما اللي عندي يعني كريساوك نصبوا عليك من الاخر 100% اوكي ولكن نقدر نعاونكم شي حوايج اللي جمعه نتوما كيديرين زعما مع الفاميلي زعما هادي مزيانين كود معنا حنا بعدا من الكوتي ديالنا بيزنس غادي كود عندنا ما حتى شي مشكل المهم نسولكم على شنو انت كنتي خدام لهم البوستينغ للفاميلي ديالك لا لا كنخدم الراس يعني ما كنخدمش الفاميلي لا اوكي بغيت نسولكم على السبريز ولا الكراف ديال السلاحات بالنسبه لهاد الشيء انا الصراحه ما كنعرفش فهاد الشيء انا شوف مع الدراري كتعرفوا قولوا لي المهم سي التساؤل ديالك سير بالنسبه للسبريز ديجا مسبريز بها ولا دخلتي اللابتوب مشيتي للبروغريشن تلقى تما
تلقات تما 4 شحال شنو كيعطيوك 8 شنو كيعطيوك وشي 16 شحال كيعطيوك وهي غاده. المهم انا عندي دي بوين اللي يقدروا يعاونوكم. اوكي بحال الميت. اوكي نحيدوا الويد في التيسه الميت كيفاش بنانو دونك الميت الميت لا دخل شي التليفون ومشيتي للكريبتو تلقى واحد نعم سميتها شانغيت ولا شي حاجه بحال هكا. ديال في بي ان نت. اوكي باش كتشري منها 150 حبه كتقام لك ب 15000. و عارف البلاصه ديال البي ان اوف كورس تكونوا عارفين البلاصه منين البلاصه ديالاش في بي ان. في بي ان يا 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 هذاك خونا كتمشي عنده كي كتلقى عنده واحد اليوسبيت تشري اليوسبيت المات ب 150 150 كريبتو الاخر لا بالجينيا كريبتو ديال الجينيا. شحال كتخسر ديال الجينيا؟ الجينيا ما كتشريش كتخدم عليها كذا بالكاربوس الجينيا. الجينيا هي اللي هي باش كتشري هي دونك كتشري اليوسبيت ديال المات وكتمشي للبوان ديال كتبيع لك الطابله ديال المات خصها تكون عندك كريبتو اللي قلت لك يتقام لك 15000 لما كانتش عندك كياخذ لي سبي كيقول لك خرج فحالك. اوكي كنصب عليك واحد الحره يا لما كانتش عندك 150 ما كيعطيك والو ما كيعطيك لا طابله لا سبي كدير لي سبي كيقول لك خرج فحالك بالضروره خصك لي سبي باش تقول الكريبتو. اوكي يعني دابا سبي كتشري عند واليد يا لا لا ما كتشريش لي سبي عند ونيش كتشري عند مول في بي ان. دابا تخليا في العامر زعما علاش كتعطي هاد لي زانفو العامر علاش تعاون انا جيك الهضره العامر هو بغيتكم توقفوا معايا ضد الفاميلي نقدر نعاونكم بزاف كثر منك هادي عطيتكم فهمت واش الفاميلي بشحال نصبوا عليك بشحال جداو لك عطوني بزاف 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 د الايتيمز بزاف د الفلوس فين واصل فين واصل الفاميلي انت عندك شي فكره يلا مسبرين جوج سبريز ما صراحه ما كنظنش واش عندهم سلاحات ما عندي حتى فكره ما كنطش البوستينغ ما اي ثينك انا اللي كنت كنبوستي بوحدي وما كانوا هما كانوا كيعطيونا الكونطرات ما كنتش كبيني وبينهم شي علاقه زعما صحابي ولا عشرين حتى كنعرفهم وصافي صافي باش باكس طابوني ما بقى عندي حتى الماتيريال باش نكرافش راس الدري ديالكم قدام بوطا وشي بيع لي ماتيريال يعني علاش ما مكلفش انا داك الشيء الصراحه يا وداو لي الامو اللي امو ديال الرايفل شحال حاجه فين دبرتي على هذا الامو هذا كرافت وفين؟ صراحة تهدي انفو وعندك غير الانفو ديال الامو ما عندكش فين كيتجمع سلاح هي راه قلت لك اللابتوب الا فهمتي شي حاجه الا فهمتي داكشي اللي في اللابتوب راه غادي تعرف السلاح كيفاش خاصك 8 ديال السبرايز واقيلا خاصك 8 ديال السبرايز واقيلا نورمالمون فاش كتجمع فاش كتجمع دوك 8 هما اللي كيوريوك لي بوان فين تكرافتي ولا خاصك تقلب ما عرفتش بالضبط المهم تحلك 8 تحلك ديال 8 وتفهم البلان. انت بقات لك سبري وحده باش طلع لك لا لا ديجا سبري ديجا باقى لي سبري وحده كي يا وحده جود اوكي نقدر نعاونوك في الفاميليز ما عندناش مشكل هذا هو المشكل اللي عندي هو الفاميليز شنو خصك من الناحيه ديال الفاميليز شنو تقدر يعني شنو نجيبو ليك وانت شنو كتسنى خصني النمبرز انا خصني العدد 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 حسبو كاين ولكن شنو بغيتي من هاد الفاميليز شنو بغيتي نجيبو ليك من ترد داكشي ديالي وصافي ترد غير داكشي ديالك خاصك تصبر يا اكزاكتلي الصبر هي حاجه راه فيها الصبر انت ما العلاقه ديالك معهم خسرتيها خلاص ما يعني بينتي لهم يا ديجا طيحت ديت لهم مي قول لي علاش اي باك طابي وكنت ما زعما كملتي معهم يلا بديت زعما ما كاين لاش دابا صراحه ما عرفتش طمعوا ما عرفتش حيت اش كنت حاط عندهم شحال من حاجه سدوا لي كلشي حيدوا لي السوا تجريو عليه شحال هما الممبرز ديالهم ما عرفتش ممبرز ما بين 8 و 10 تقريبا ولكن اللي كيكونوا اكتيف بزاف كيكونوا واحد الخمسه جالس كود شكون اللي كيضمن لي بلي هادي ماشي شي تخوير انا وديرها شي طريق شي لعيبه هو هاد لي زانفو اللي تنعطيك حاليا ان لي زانفو اللي عطيتي كلهم عارفينهم الصراحه ما بيناش نقولوا لك في الاول باش نشوفوا لي زانفو ديال الميت وديال داكشي حاولنا نديرو في راسنا ما عارفينش ما داكشي كلشي نورمالمون عارفين ما في الاخر قالوا ما نعطوا بلا ما في الاخر قالوا ما كانش عارفين يا قالوا لهم اكزاكتلي يعني راه هي راه هو عطانا دي زانفو ولكن حنا راه عارفين ولكن حنا ماشي الباح ولكن البوان ديال لامو مازال ما عارفينش هي اللي تقدر تنفعنا بها الا كنت تقول امو يا امو كاين في كونتينر هنا في باليطون صافي ديجا كنا حتى هي عارفينها صافي كود يعني بان لي واقيلا داكشي اللي خاصك انت وخاصنا حنا واقيلا هو دي بوان ديال السلاح يا ماشي مشكل نقدروا نعاونوك انت ويكون بيناتنا واحد دونون وينر
باش نعاونوك انت في شي بيزنس غنعاونوك، ولكن البيزنس اللي باغي نشدو حنا في هاد المدينه هما جوج، باغين الميت والكانس. اش بان لك هادشي هذا؟ فاش عينك انت من الاخر في هاد المدينه هادي باش نقدروا تقدر تحتاجنا ابار انك نعاونوك في الفاميلي؟ نعاونك في الفاميليز وها انت رديتي داك الشيء. ما تعاونيش في الفاميليز، تقدر تجي شحال من حاجه بيه. شنو هو البروفيل ديالك انت في هاد المدينه؟ هاد الانسان صولو فهمتي، ما عزيزش عليه الصداع، ما عزيزش عليه بنادم كيخدم بوحدو. ولكن عندك واحد الهدف. شنو هو الهدف ديالك؟ انا قلنا لك شنو؟ هو تكون عندي واحد السلطه في المدينه بوحدي، زعما ماشي زعما يكونوا معايا شي دراري ولا قدر ممكن ما قدرت تلقى معايا شي جوج ولا ثلاثه ديجا معايا، ولكن ما تلقاهمش كيبانوا معايا ديما. واش بهاد السلطه تقدر تهبط علينا؟ اوف كورس لا، لا عاونتوني اوف كورس لا. واش يقدروا يكونوا جوج في نفس البلاصه في السلطه؟ نعم اوف كورس اه، الا كانوا كيجي كعرف ديري. بغيت نسولك سول، عندك شي لقب شي لعيبه كي صراحه؟ اغلبيه اللي كتلقان في المدينه كيعيط لي تريفر. تريفر فين عايشه تريفر؟ انا باليطو. باليطو بغيت لك تلاقيتي مع البايكرز واقيلا ياك؟ يا كرني الصراحه فاش كن فاش انا اللي عندي اوف كورس عندي حق تراب هاوس، فاش كان كيجيبني الدري الفاميلي باش عمرهم ما تبعوك. شكون؟ صبر كيفاش شكون انت؟ سمعتكش. واش انت اللي غسلتينا الفلوس؟ يا عندي تراب هاوس. لا لا ماشي نفس الشخص اللي غسل بلادي، ولكن غادي للحياه بلادي. واش انت اللي غسلتينا الفلوس؟ يا شنو عطينا لك؟ شنو عطيناك ديال الفلوس المصري؟ يعني جيتي نتعرفونا عليك الفاميليز نورمالمون، يعني تلاقينا. يا اوريدي كنقول لي جاب دابا تما من جاب من غادي كان انا السو بالنسبه لنا حنا ديجا دوزنا بيزنيس. يا ودابا ندير معاك انا واحد، ولكن باي ذا واي باي ذا باي ذا واي باقي تعقل فاش كنا تبعناك بالموتور بماطور وكنتي انت واحد خونا كثر كان مع واش فاش تبعناهم بالموتور عقلتوا الدراري؟ يا واش كانوا باغيين شي حدا شي طابله كانوا باغيين براكي ولا ما كان باغي براكي ولا ترك؟ الصراحه ما عرفتش ما عقلتش انا ما عقلتش عقل على التفاصيل اما هذا البلان ما عرفتش ما عرفناكش كنتي داير الماسك فريمون ما كتبانش عرفت الصراحه. المهم دابا لافر كي دايره ان الهدف ديالكم هما الفاميليز، ما عنديش مشكل الفاميليز انا مستعد نتقبل معاهم الوراق حيت اصلا هما دخلوا عندي وتقبوا معايا الوراق غدا راه جلسه والدراري ديالي وداروا شحال من افير دوزنا الاولى الثانيه الثالثه، ولكن فاش يوليو الدراري ديالي كيتبيطقوا بالجيليات وكيقول لي انا مع البايكارز وتبات جريسي لي انا ومع واحد السيدي كندير معاه بيزنس اللي جاي مريض من العافيه محروق اللي هو ارباطروس، وهذا الشيء كلشي ما تحترمش اللوست ام سي اورو اللي كانت تعامل معاها بالنسبه لي بدات الحرب. ودابا يولي عندنا سبب اخر انك انت عندك برينسيپ ديالك وترجع داكشي مشى ليك منهم، وحنايا عندنا معاهم حسابات سو خصنا نلعبوا على واحد الحاجه باش نقدروا نوصلوا هما قلتي دا تروفوكس تريفور باش نقدروا نحققوا هادشي تريفر. هي انا خصنا حاجه واحده نكملوا لي بوين ديال السلاح، الا كملنا لي بوين بدينا كنصنعوا السلاحات فحاجه عاديه دخوتنا ما نحتاجو كاع نقلبوا عليهم، هما اللي يجيو حتى لعندنا ويعتذروا ويهبطوك وراهم ويعوضوك بالاضرار ديالك دير فيهم ما بغيتي تختار انت واش تستقبل اللي يعطي ضروره تبدا معاهم البيزنيس والهدف ديالك هو الفلوس وحنا رابحين وانت رابح، ولا انهم تنتق منهم بابسط حاجه ما تبيعش ليهم واضح غنبدا نتبع مع السيمستو الاجاج. الو سميتو الاجاج؟ الو بونسوار الاجاج. الو الاجاج كيف باس صباح كي داير الاجاج؟ بخير انا بخير الحمد لله. فين شاده؟ لا ما كنعرفوش هذا اللي عايش المدينه. يس والناس اللي بغيت نجيبو تسكر باغي دير شي حاجه خصنا نعرف هذا الابيل ديالك. والله ما كرهنا والله والله ما كرهنا جيت معايا لحن شي قضيه شي اغراض هنايا خاص التليفون باش تري صاحبتو ما خسرت لي الطوموبيل نجي نحل لي شي كرو اخر. اوكي كوا بغيتي دير شي كريسه ولا شي لعيبه؟ واه انت مسالي انت؟ حنا مسالين الصراحه ولكن عامرين مشاكل. علاش كيفاش مشاكل؟ مشاكل راك عارف الحياه ماشي ستابل ديما كاينه لابيست. فين كاين انت؟ فين كاين دابا انت؟ في باليطو. وين راك؟ كتعرفو الدجاج؟ كتعرفو المكازا ديال الدجاج؟ يس كنعرفها. اكزاكت لي تجول تما تدخلو مع داك الباركينغ في اللور ديالها تلقاو تما واقفين. سمايكو كدير الحنج؟ وهداك؟ مزيان. اللهم لك الحمد. صبيت جديد. كي جاك؟ لحظة جديدة. ضروري. شنو طاري ليك شي مبون؟ بخلي. علاش؟ كدير الدجاج؟ ماشي نحملش انا حيد هاد بخلي مرتاح. مرحبا صبر نطرا انا الحنش ان بيتي بي دو سيلونس سيلتو بلي. يلاه بقى لها الله غادي مع الخدمه على الجاج. اش من خدمه؟ باقي ما كاين لا خدمه لا والو. ما خليتك يومين هادي تلاقينا زعما باقي في بلاصتك.
والله الا كما خليتيني هاد يومين وانا كنتسركل مع هاد الحنش هذا بالحياه هذا راه حليتي لا محل لا والو والو هاد الساعه باقي ما كاين والو الا غنضربوا شي اجواء نديروا شويه نحركوا عاوتاني لي كونتاكت تبرقيقوا تقلقيلات اش ما انت شنو هما المشاكل عندك قلتي لي عندك مشاكل وي لي بروبليم بروبليم نجيك من الاخر ما فيهاش انا ديك لغه الخشان يس يس اوف كورس داكشي اللي عزيز عليا نجيك من الاخر عندي دي بروبليم مع البوليس وات في يلا قال بسم الله وعندك بروبليم مع البوليس في كيفاش درتي هاو بروبليم مع البوليس تعرف مستقبلا غير هو نجيك من الاخر عاوتاني هي سير الحنش عنده واحد اللعيبه وسولتك البارح وقلت لي تمرتي حاوتي تبقى تبدل في الهضره السلاح مالو السلاح فين دبرتو عليه واش فين دبرنا عليه سول الحنش ما تسولنيش انا هو راه بحال انت اي وما تناقش في الهضره ديالك وتنسى على العجاج ما تنساش قلت لي اي حاجه بيتي من الحنش من الحنش دوي معايا انا اييه اكزاكتلي ها انا دابا دويت معاك وانا كندوي على الاعمال لي بيزنس ما كندويش على فين لقيتي فين جبتي حسبوها بيزنس ونقول لك باغي نشري ودابا قول لي دابا نسى دابا داكشي اللي شفتي الحنش وتقول لي على البروبليم باش ما تدوخنيش ها ولي دابا نكملوا عاد نقزوا الموضوع هذاك ديال البارح خصنا تنخليوه هو الاخر ثانوي اوكي البروبليم مع البوليس خطفنا واحد كيفاش نقول له راسي خطفتو انا حيت الصراحه انا اللي روشيرش ايه البوليس عطات له شكون اللي خطفتو بوليسي وات ذا فاك واي دار معنا بلانات في الاخر ما قتلناش دينا ليه السلاح ديالو وقلنا ليه باي باي يس من مورا ولاو كيشلقمو في الدراري واحد بواحد ايوا ولا كلشي روشيرش راه كتشوف الكلوب ديالنا ما كاين لا موطار لا بلاتي بلاتي باش نفهم دابا البوليس ديتو ليه السلاح ياك والبوليس كيقلبوا عليكم وتشدوا شي وحدين منكم ولا والو تشدوا شي وحدين ولكن واحد تشدروا لي جي بي داروا لي اوديو وداكشي باش زعما يجيبنا ساعه الهاكر تكلف وحيدنا ليه كلشي السومه مشدود حتى هو روشيرش وات ذا فاك شي راه شي ما شي والو ولا جايين باليطو باليطو قدنا واحد البيزنس خفيف هنايا وصافي بقينا مطرونكينين وصافي ايه واخا بلاتي واحد دقيقة صبر عليا اوكي ايوا دابا المشكل دابا شكون اللي روشيرشي انت روشيرشي انا هو كاع اللي عندي مع بلان انا كاع اللي بينت لي وجهي ايوا السلاح باقي عندكم السلاح مخبينه في واحد البلاصة لا لا ولاش كتقلب على السلاح ملي عندك سلاح كافينيش واحد واحد ديال البوليس الديتيكتا كيفاش الديتيكتا ما فهمتش التكنولوجيا ديال البوليس اي سيري كيتيرا اي سيري كيتيرا في المدينة كيجيو كيشوفوا القرطاسه كيكون السيري ديالها يعني ملي نستعمل السلاح تاعو مونتيري بالقرطاسه وتبقى القرطاسه غيجيو غيلقاو يلقاو السيري ديال البوليسي غيعرفوا شكون اللي استعمل وشكون اللي فهمتك ايوا دابا شنو المعمول المعمول باغي نعرف من اين لكم داك السلاح شوف من اين له داك السلاح لا ما عندي والو اوكي لا انا عندي الله اوكي لا واحد تكلم عليك تكلم عليك استمع ايه قول السيد منين دبرتي على السلاح راه ضروا راسو مسكين من نيويورك 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 راه قريبه دخل لوس انجلوس واحد الحره شي اللي ودبر فيك ما عطيتي انت شي فرماسي جو معايا كيفاش ما عطيتيش انت فرماسي شي جدي راه كيدوي الحنش كيدوي الحنش على جاج عندك القرطاس والحنش وانت الحنش فكرك شنو ودوي معايا الله ينعل بوز بوك ايوا راني دويش معاك دوي معانا اش بغيتي نقول قول لي داكشي اللي دبرتي عليه انت نقدروا ندبروا على شي 3 4 نديروا فيه بيزنس كاين ممكن ندبروا فيه بيزنس ولكن انا بيزنس خاصني البيزنس قلت القرطاس صافي تذكر اش باغي دابا انا جيت عندك انا كاع الا كان عندكم الا كان عندكم نتوما نشريو عندكم حنا لا لا الساعه ما عندي والو كندوي في الحاضر الويجي مستقبل هو مستقبل دابا الحاضر الويجي الحاضر هو ان السلاح عند الحنش الحنش مدخلو من نيويورك الحنش قال واحد الحاجه زوينه عجبتني خصو امو قلتي على الحنشياك واش بان لك الا درنا واحد الصفقه نوفر لك الكميه اللي بيتي ديال الامو وانت وفر ليا ولكن اسمح لي دابا 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 هاد الحنش هذا واش غادي يبدا يبيع للناس في المدينه السلاح ما سوقيش فيه ملي راه الا بديتي شريتي عنده السلاح انت راه هي صافي سلمتي ليه البيزنس انا غنقول لكم قال لكم نيويورك الدراري الا غيجيب الا غيجيب الا غيجيب واحد غيجيب كونتونير ملي مزيان البوتجي خدمته انا ما سوقيش فيها داك اللي كيدخل لو سانتوس ما سوقيش فيه انا داكشي كنصنعو هنايا اللي يقيس ليا البيزنس ديالي مستقبلا نهضره اخرى انا دابا ما عندي والو ما غاديش نعيش وهم وانا ما عندي ما عنديش كنكذب على راسي ما عنديش فين هو فين هو بيع علوم دابا هما بغي يشريوني ما عنديش سو انا قدام هاد السيد كيسمعني حتى نوقف على رجليا ويكون خير
مرحبا. اذا دابا بينا نشوفوا هاد الدين ديالنا اش غيوصل. واش بغيتو قرطاس امو نوجدو ليكم وتوجدوا لي سلاح؟ انا ما نقدر نضمن لك حتى شي حاجه. الحنش قول لك الحنش اللي فكر راه كيوقف، اجي وقف معنا شويه، دوي مع السيد. اش قلت يا الحنش؟ انت اللي باغي القرطاس ولا الحنش؟ انت اللي باغي القرطاس. اين النوع ديال القرطاس؟ القرطاس كلشي كاع الانواع. كاع الانواع سلاح قدام. اوكي اين سلاح يقدر توجد ليا؟ كون انت كنت سيد وشوف ما انت شنو بغيتي في السلاح. اوكي ولكن هذا عليا، حنا باغي نديرو. اعطيني نعطيك، ما بغيش نشري. علاش عطيني عطيك؟ صافي جيب لي وقول لي انت شنو بغيتي في السلاح. اوكي يعني خصنا نعطيو لا 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 بلاتي 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 نو نو غنديك عنده دبر راسك معاه. خونا من اين ناسيوناليتي؟ ميريكاني. ميريكاني اوكي ما نقدرش نوقف، ما نقدرش. سير كمل كمل. هاي هاي منين جبت هذا الجاج؟ ايشي حنش حنش والله الا حنش الله فهمت على السما والحنش. اوكي وي راه داكشي علاش كنقولوا لي حنا الحنش، حيت فيه الحنش في قصيبته ما كيوقفش ما كيزقاش داير بحال شي حنش نيت. اوكي دابا حنايا باش من نطلوش راسنا، هاد خونا هادي متى غنتلاقينا مع الحنش؟ يا واش شوف منين تتلاقيني مع داك مول القرطاس. القرطاس انا انا بيرسوني غنتكلف ونجيب لك الكميه اللي بيدي. انا باغي دابا تعطيني كميه. لا 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 دابا نوقف. لا انا غتوريني فين كاين القرطاس وانا غنوريك فين كاين السلاح. متاكد الا وريتيني فين كاين السلاح؟ لا ما اتفقناش على هكا، غتوريني القرطاس عاد نوريك السلاح. حنا غنعطيوك القرطاس ونتعطينا السلاح، ما تبغينا لا. اش بالك ندير واحد القضيه زوينه؟ اش بالك ندير واحد القضيه زوينه؟ البيزنس ديالنا الاولى نبداوها بكميه اللي كتساوي سلاح. حض لي انت سلاح، نحط لك كمية اللي كتساوي نشوف داكشي بعيني ونشوفو وتشوف ونتيستيو وانت تيستي تاع القرطاس. ما عنديش مال حساب دوي مال عجاج. يقول اش بان لك العجاج في هاد القضية هادي؟ تجيب لي الكمية اللي تقدر تساوي سلاح ونتيستيوهم بجوج ميكسيوهم ونشوفو بعدا الكاليتي اللي عندي واش غتمشي مع السلاح ديالكم. وديك الساعة إلا بان لي داكشي كود ومزيان واش غنقول لك انا خصني نمشي نشوف نشوف فين كيجيبو السلاح، نشوف السيد شحال طالب فهمتيني، طالب ديال الفلوس وغادي نعيرو القرطاس بالفلوس ونديرو ايشانجمون. اوكي حيت انا السلاح باش ترفع القضية العجاج راه باغي شي حوايج اللي ماشي انا دير باغي ندير به الصداع في المدينة. حنا كبار كاع عادو اللي معاك هنا من اوروبا، كلشي هنا كبير، كلشي 30,000 ولا الصغير كيتعلم منا. هادشي بينا لواحد الميسيون كبيرة باغي نديروها، وبغينا نحيدو علينا حتى شي وحدين من طريقنا. باغي نحيد عليا واحد ليو، واحد مرسيدس، قدر الاسماء عطيتهم ليك باش الا سمعتهم تنشروا في المدينه نعرف مع من كنتعامل. وانت ستيكا العجاج لا واد ليو ولي دوينا عليه البارح اكزاكتلي ليو. شكون انت؟ انا هذا اسبانيش هذا معنا. اوكي سو باليا غدا تجيبوا لي الخبر الساره ولا شنو؟ ايوا شوف انا غنمشي مع غنمشي مع الحنش على بالو. اذا كانت الهضره اللي كيقول بصح راه غنجيب لك الخبيرات. المهم تبيناتنا الو اوكي